طابت أوقاتكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم جولة إخبارية من قناة الشروق. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بمكتبه سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان أيدين أوهارا. قال السفير أوهارا في تصريح صحفي إن اللقاء تناول سير العملية السياسية التي تجري بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، مشيرا إلى أنهم أكدوا حرصهم على ضرورة إنجاح العملية السياسية الجارية في السودان. وكما بحث اللقاء الجهود المبذولة لإلحاق القوى المتحفظة والممانعة للاتفاق الإطاري في السودان حتى يتم توسيع قاعدة التوافق حوله، إضافة إلى كيفية العمل على تقديم المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والاقتصادية لدى السودان. دشن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أمس مشروع منحة خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بولايات السودان المختلفة بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، يكلفه 100 مليون دولار لإحداث التنمية المنشودة في البلاد. وأعرب خلال مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بقرية ود الأمين بمحلية شرق النيل بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بولاية الخرطوم وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان وممثل الصندوق السعودي للتنمية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والحكومة السعودية على استمرار دعمهم للشعب السوداني. وجدد سيادته حرص الدولة على تحقيق التنمية وإنفاذ المشروعات التنموية والخدمية بالريف، مشددا على أهمية تكاتف الجهود لبناء السودان. استقبل رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد محمد إدريس دبي بالغصر الرئاسي بالعاصمة إنجمينة أمس نائب الرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية والدولية، فضلا عن الملفات الأمنية وتطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد دبي على عمق العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون بينهما بما يحقق مصلحة الشعبين. ومن جانبه أشاد نائب رئيس مجلس السيادة بالجهود التي بذلتها حكومة الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد عبر الحوار الوطني مما أسهم في تحقيق الاستقرار واستدامة السلام، ومؤكدا دعم السودان للمساعي كافة التي تحقق الاستقرار في المنطقة. أكد رئيس مفوضية السلام سليمان حرص المفوضية على التنسيق والتعاون والتأمين مع المنظمات الدولية كافة لتعزيز السلام والاستقرار وتأمين المعالجات الدائمة للنازحين واللاجئين بالسودان. وقال في تصريح صحفي عقب لقائه بمكتبه المبعوث الخاص المفوض السامي للشؤون اللاجئين بمنطقة الغرن الإفريقي وشرق إفريقيا محمد عافي، قال إن اللقاء وإن سبل تعزيز التنسيق بين المفوضية والسلام والاتحاد الأفريقي، مضيفا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدت بقيام مشروع لدعم اللاجئين العائدين من إثيوبيا إلى السودان. أجاز مجلس الوزراء في الاجتماع الذي ضم قطاعاته الثلاثة موازنة الدولة للعام 2023 توطئة لإجازتها في صورتها النهائية بواسطة الاجتماع المشترك بين المجلس السيادة والوزراء. وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بتصريح صحفي أن الموازنة اهتمت بصورة أساسية بالرعاية الاجتماعية وتحسين معاش الناس والصرف على التعليم والصحة والمياه بصورة كبيرة. ونوه جبريل إلى أن الموازنة اعتمدت على الموارد الذاتية
مشيرا إلى وجود دعم خارجي قليل من البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدا سعي وزارته لزيادة الموارد من خلال التوسع في المظلة الضريبية بدلا عن زيادة الضرائب. انطلق بمدينة مومباسا الكينية أمس المنتدى الإقليمي المشترك لقيادات الشرطة لدول الإيجاد لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي بين جهات إنفاذ القانون بحضور لجنة السفراء التابعة للإيجاد وبمشاركة ممثلي دول الإيجاد وقطاع العدالة الجنائية ومفوضي الشرطة برئاسة السودان. كما ناقش المنتدى في جلسته الأولى التعاون والتنسيق على الصعيدين الوطني والإقليمي لمنع المهددات الأمنية العابرة للحدود وطرق التصدي لها، وفي إطار السعي المستمر للإيجاد تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم. بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية من قناة الشروق، دمتم دائما في أمان.